السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نزيدو نتكلموا على رياض محرز مانشستر سيتي، يعني وين محرز فخر العرب ومازال أشاد حساب رسمي لنادي مانشستر سيتي بالنجم الجزائري رياض محرز، الذي أكد على علو كعبه في مباريات الكبيرة. وين محرز سجل هدف عالمي في شباك باريس سان جيرمان في ذهاب نصف النهائي دور أبطال أوروبا. ولهذا السبب فإن حساب السيتي الرسمي عبر التويتر نشر تغريدة: محرز فخر العرب ومازال. يعني اللعاب هذا لي راه مهبل انصار، يعني انصار مهبل متتبعين عشاق محبين هذا اللعاب رياض محرز. يعني وين نقولوا باللي واش راهي، يعني اللعاب اللي راه يقدم الكثير. كنا نقولوا باللي كاين لاعبين وين هما لاعبين، كاين لاعبين اللي كانوا معاه، نقولوا باللي هذاك اغويرو ساني، هذاك بطريق، هذاك سيلينغ، حتى ديبرين، حتى كانوا معاه، يعني كانوا يلعبوا من اجل النجوميه تاعهم. لكن رياض محرز كان يلعب من اجل الوان النادي. يعني اليوم وين الانصار، خاصه وين الانصار دائما وكانوا له سند، كانوا مساندينه، نعطوا غير نقطه برك. نهار اللي رياض محرز طاوه احسن لعاب 2020 2021، احسن لعاب، يعني كاع كانوا معاه كل انصار تاع السيتي، الاداره، طاقم فني، يعني وين كان ديبرين وكان رياض محرز، داها محرز احسن لعاب 2020 2021 في النادي. هذا فينك راه تيتر يا جماعه، هذا فينك راه انجاز شخصي باش يكون على بالكم، خاصه وين مانشستر سيتي، يعني وين حتى الانصار وين معولين على رياض محرز، هو السلاح السيتي الذي سيحسم المواجهه الثانيه المرتقبه يوم الثلاثاء. يعني محرز وين يستضيف مانشستر سيتي الانجليزي منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي مساء يوم الثلاثاء، يعني في مباراة العودة دور نصف النهائي دور أبطال أوروبا، وين نقولوا بلي راهي محسومة نص التأشيرة. يعني حنا كيما كنا نشوفوا نص التأشيرة راهي عند مانشستر سيتي، ما عند نقولوا بلي باريس سان جيرمان ما غاديش يكون ذاك الفريق اللي ينهزم بسهولة، بصح شتايلا غادي يقني مانشستر هو اللي غادي يفوت. يعني وين تأهل مانشستر سيتي للنصف النهائي بعد تفوقه على مانشستر بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان الذي تأهل في الربع النهائي على حامل لقب بايرن ميونخ الألماني في الربع النهائي، بينما وصل السيتي للنصف النهائي إثر تخطيه عقبة بوروسيا دورتموند الألماني بهدف تاريخي لرياض محرز. كذلك يعني رياض محرز كونت بوروسيا دورتموند كونت باريس سان جيرمان، يعني رياض محرز راه يكتب في اسمه من بحروف من ذهب. يعني وسيلعب مانشستر سيتي أمام الوصيف النسخة العام الماضي من الدور أبطال أوروبا، وين قام بإقصاء برشلونة وبايرن ميونخ من البطولة. لذلك ستكون مباراة العودة صعبة بكل تأكيد على الفريق الإنجليزي الطامح في الوصول للنهائي مع مدربه الإسباني المميز بيب غوارديولا. سلاح مانشستر سيتي الذي سيحسم مواجهة باريس سان جيرمان، يعني كما حسمها في مباراة كما نقول احنا في لالي الروتور اللي غادي يكون، يعني دروك الروتور غوارديولا اللاعبين لازم لهم تركيز كبير، يعني يعرفوا كيفاش يسيروا المباراه، يعني في الشوط الاول، ربع ساعه الاولى، 25 الاولى، يعني 30 ساعه 30 دقيقه الاولى، يعني يعرفوا كيفاش يمشوا اجزاء 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 ويمصوا الحراره تاع باريس سان جيرمان. يعني وين يتميز الفريق تاع باريس سان جيرمان الفرنسي بخط هجومي
ناري بقيادة ثنائي نيمار ومبابي الذين سيلعبان يعني بكل تأكيد، يعني غادي ما تكون سهلة على الدفاع وخط وسط ميدان مانشستر سيتي حتى من جانب، ولكن الخط وسط والدفاع الفريق الفرنسي ليس بقوة خط الهجوم، يعني باريس سان جيرمان خط وسط ميدان دفاعي وليس بقوة خط الهجوم، وقد يكون هذا مفتاح تفوق السيتي على النادي الفرنسي في لقاء العودة، يعني شأن الذهاب والإياب يعني غادي تكون في صالح مانشستر سيتي. وين تشوف انت كيفاش غوارديولا علاش دوزيام ميتو قلب البارتيا، لعب بدفاع متقدم، يعني الدفاع مع الخط وسط الميدان كان متقارب بزاف، وين بلع وين نقص من الخطوره تاع مبابي وتاع نيمار، يعني خاصه بعد خروج دي ماريا، يعني وين كان يصنع في الفرق بعد خروجه، وين كلش انقلب لمانشستر سيتي. مانشستر سيتي يمتلك سلاح اذ استخدمه بشكل صحيح سيكون الفوز حليفه والتأهل مباشرة مع بعض المساعدات من خط الدفاع الذي يعيش أفضل حالته في هذا الموسم. دفاع السيتي السلاح الأول، كما ذكرنا تطور مستوى خط الدفاع مانشستر سيتي كثيرا هذا الموسم، حيث كانت المشكلة والأزمة سيتي دائما مع بيب غوارديولا تكون بسبب هشاشة الخط الدفاعي، ولكن هذا الموسم مع التعاقد مع البرتغالي روبن دياز وعودة جون لمستواه مع التواجد الفرنسي لابورتا، أصبح غوارديولا يمتلك حلول كثيرة في خط دفاعه بجانب تواجد والكير ويعني اللاعبين في من طراز العالي. ويكفي القول أن مانشستر سيتي لم يتلقى سوى 3-4 أهداف حتى الآن بمسابقة دور أبطال أوروبا خلال 10 مباريات، بالإضافة إلى أن الدفاع كان أحد أسباب عودة السيتي في الدوري واقترابه من حسم اللقب لصالحه. نيمار بابي سيواجهون خط دفاع قوي ومنظم عكس الذي حدث معهم أمام برشلونة وبايرن ميونخ، لذا سيكون الاختبار صعب، اختبار ثاني أصعب على الثنائي، وقد ينجح سلاح غوارديولا الدفاعي في إيقاف خطورة نجمين باريس سان جيرمان. مركز الهجوم صريح سلاح الثاني، يعني ونقوله إذ ألقينا النظرة سريعة عن مواجهتين باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ وبرشلونة، سنجد أن فريقان لم يلعبا بهجوم صريح مع الإصابة عدم وجود هذا المركز من أساسه في بارسا وإصابة روبرت مع بايرن ميونخ. خط الدفاع باريس سان جيرمان هش للغاية، وفريق فرق الدور الفرنسي تعرف ذلك جيدا، وهذا ما يعكس نتائج الفريق في الدور هناك. مانشستر سيتي يحتاج إلى لاعب مهاجم يعني صريح منذ البداية مباراة، وإذ كان الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في حالته كان سيلعب بكل تأكيد، ولكن مع عودته مؤخرا من الإصابة وعدم الاعتماد غوارديولا عليه سيكون في البارتيا اللي فاتت، سيكون البرازيلي غابرييل خيسوس هو الحل الأمثل. يعني باريس سان جيرمان لديه مشاكل كبيرة في عملية المراقبة اللاعبين في العمق يعني الملعب، لذا سيلعب السيتي بمهاجم صريح يضرب خط الدفاع، وبذلك السلاح السيتي هجومي سيضمن بشكل كبير تفوق الفريق الإنجليزي في مباراة العودة، يعني خاصة وين وجود رياض محرز يعني فوندين، يعني وين غادي نشوفوا برناردو سيلفا، يعني ينجم يكون يلعب بمهاجم صريح، يعني خيسوس ولا أغويرو إذا كان في أحسن أحواله غادي تكون نقاط إيجابية لمانشستر سيتي في مباراة يوم الثلاثاء، يعني وين غادي تكون مباراة تكون تاع ذكاء تاع مدرب، تكون ذكاء تاع مدرب، غادي تكون ذكاء تاع المدرب.
والتمر كما نقولوا حنايا التركيز تاع اللاعبين غادي تكون مباراة في القمة إن شاء الله.